خلي بالكم يا شباب ان احنا جبنا مساحه المعين بالقانون طول الضلع في الارتفاع. في مساحه ثانيه بتيجي للمعين او بنجيب مساحه المعين بطريقه ثانيه بدلاله طول قطرين، يعني لو عرفت طول القطرين اللي هم ا ج وب د اقدر اجيب مساحه المعين. بتساوي ايه؟ بتكون مساحه المعين بتساوي نص حاصل ضرب طول قطرين، اللي هي بتساوي نص ا ج في ب د. طب انا سامع واحد بيسالني بيقول لي احنا كده اتلخبطنا بقى، هنجيب مساحه المعين ازاي؟ بالقانون ده ولا اللي قبليه؟ لا طبعا واضح جدا ان هنا هتجيبه لما ادي لك انا طول القطرين، الثانيه لما ادي لك طول الضلع بارتفاع. واحد هيسالني يقول لي ايه ده؟ يعني معنى كده ان المعين ليه مساحتين؟ اقول له لا، ليه طريقتين لايجاد المساحه، ولكن اي مضلع موجود في الدنيا هو ليه مساحه واحده بس وان اختلفت الطرق. تمام؟ فاحنا هنا بنقول لو انا عارف طول القطرين بتوعي اضربهم في بعض في نص يطلع لي مساحه المعين. نبدا. طيب عايزين نشوف مثال نفهم منه الكلام ده. بيقول لي اوجد مساحه المعين الذي طول قطريه 8 سنتي و 6 سنتي. طبعا انا سامع الشباب اللي معانا تمام 100 100، بيقول لي مساحه المعين، طبعا حرف الميم ده رمز للمساحه، بيساوي نص في 6 في 8 هيساوي على طول على 2 في 1 على 2 في 3 هيطلع 24 سنتي متر مربع. دلوقتي يا شباب عرفنا ان مساحه المعين بتساوي نص حاصل ضرب قطرين اللي هو نص ا ج في ب د. طب لو انا عايز احد القطرين ان كان ا ج او ب د وهو مديني المساحه، على طول كده هقول له ا ج بيساوي 2 في المساحه على ب د. يعني لو انت عايز تجيب طول القطر هتضرب 2 في المساحه على طول القطر الاخر على طول. طيب ادينا يا مستر مثال اهو، مثال معين مساحته 48 سم مربع وطول احد قطريه 6 سم، اوجد طول القطر الاخر. انا سامع شباب عايز يحل، تمام سامع تمام، في ناس عايزه تحل ايه؟ نقول كده مع بعض الحل، طول قطر المعين هيساوي 2 في المساحه على طول القطر المعلوم. طبعا طول القطر ده اللي هو عايزه اللي هو المجهول هيساوي 2 في 48 على ال 6 على 6 في 1 على 6 في 8 هيطلع 16 سم. واحد يقول لي بس انا عايز اتاكد ان شغلي صح، اقول له بسيطه جدا، اضرب 16 ادي القطر اللي انت جبته في 6 في نص وتشوف هيطلع صح الكلام ولا غلط. كده عرفنا نجيب مساحه المعين لو عرفنا طول الضلع والارتفاع او عرفت طول القطرين. دلوقتي يا شباب احنا خلصنا مساحه المعين، هنشوف حاله خاصه اللي هي هنجيب مساحه المربع. طبعا انت عارف ان المربع ده الباشا بتاع العائله الرباعيه، ممكن يجي من التعريف متوازن الاضلاع، نجيبه من المستطيل، نجيبه من معين. فالمربع بيجي من معين ازاي؟ بنقول هو المربع هو معين احدى زوايا قائمه. مجرد ما قلنا احدى زوايا قائمه شكرا بقى مربع على طول. طب عايزين نجيب مساحته، طبعا انت عارف من ابتدائي ان مساحه المربع بتساوي طول الضلع في نفسه. تمام؟ يعني لو قلت لك مربع طول ضلعه 5 سم هتقول لي مساحته 25 سم متر مربع. طب امال ايه بقى الحاله الخاصه لحضرتك؟ ايه الحاله؟ احنا قلنا مساحه المربع بيساوي طول الضلع في نفسه.
قلت لك من شويه لو انا عندي مربع طول ضلعه 5 مساحته كام يا مستر؟ مساحته 25 سنتيمتر مربع. طب لو انا اديتك المساحه وعايز طول الضلع، خلاص كلام جميل جدا، يبقى طول ضلع المربع بيساوي الجذر التربيعي لمساحته. يعني لو انا قلت لك مربع مساحته 100 سنتيمتر مربع عايز طول ضلعه، هتقول يا مستر المساحه بتساوي 100، يبقى على طول اجيب جذرها هيطلع 10. وطبعا سامع واحد بيقول لي موجب او سالب يا مستر، اقول له لا احنا بنشتغل على اطوال، مفيش سالب في الاطوال. تمام؟ طب امال ايه بقى الحاله الخاصه اللي احنا عايزين نعرفها النهارده؟ تعالى نرجع بقى لمساحه المربع. هنجيبها بدلاله القطر. زي المعين، المعين انت عرفت ان مساحته نص حاصل ضرب طوله قطرين. طب ما تيجي نكلم في المربع حين لما نجيب مساحته. مساحه المربع هتساوي نص ا ج في ب د. طب ايه المشكله عندك في ا ج وب د؟ انا سامع ناس بتجاوب 100 100 ان ا ج بيساوي ب د، لان في المربع القطرين متعددين زيهم زي المعين، بس المربع بيفرق عن المعين ان القطرين متساويان في الطول. وعشان كده لو كنت سالتك طبعا خدتها في الاعدادي، المعين الذي قطرها الشكل الرباعي الذي قطرها متعددان متساويان في الطول يكون ايه؟ طبعا سامع كله بيقول لي هيكون مربع. كلامه سليم. طب ما تيجي نفهم كده نص ا ج في ب د. طب هو مين اللي بيساوي مين؟ ا ج بتساوي ب د، يبقى ممكن اشيل الب د دي يا رجاله واحط بدلها ايه؟ ا ج تاني، يبقى نص ا ج ايه؟ ها؟ تربيعي. كلام سليم. يبقى مساحه المربع بتساوي ايه بقى؟ تعالى نكتبها كده بالالفاظ. مساحه المربع بتساوي نص حاصل نص مربع نص مربع ها طول قطره. طبعا انا سامع ناس عايزه امثله عشان عايزه تحل، انا عارف طبعا الطلاب بتوعنا 100 100، بيقول لي مربع طول قطره 16 سم، اوجد مساحته. تمام، مساحة المربع بتساوي نص في 16 في 16، يبقى على 2 فيها 1 على 2 فيها 8، يبقى 108، 100 كام ده؟ 48، 128 سنتيمتر مربع. تمام؟ يبقى هنا القطر بتاعي كان طوله كام يا شباب؟ 16، اضرب 16 في 16 في نص يطلع لي مساحة المربع اللي عندك. انا سامع واحد بيقول لي طب يا مستر لو اداني المساحه اعرف اجيب القطر، اقول له ما احنا لعبنا اللعبه دي مع المعين بقى، اقول له على طول طول قطر المربع بيساوي جذر 2 في المساحه. طب عايزين يا مستر مساله كده نتاكد من الكلام ده، ماشي. مثال مربع مساحته 72 سنتيمتر مربع، اوجد طول قطره. ماشي، كله هيحل ما تقلقوش، كله هيحل معايا. يلا يا شباب ها هنكتب طول، عايز يحل طول قطر المربع، قول يا باشا ها هيساوي جذر 2 في المساحه، هيساوي جذر 2 في 72 هيديني جذر 144، كله طبعا بدون الاله الحاسبه عارف انها 12 سم. يبقى طول قطر المربع اللي مساحته 72 سنتيمتر مربع قطره 12 سم. مفيش واحد يقول لي طول القطر الثاني بقى، يبقى انت قاعد نايم مش مركز معايا. ده مربع يا باشا، والمربع قطرينه مالهم؟ متساويه. كده اظن عرفنا النهارده مساحه سطح مربع بدلاله ضلعه وبدلاله قطره. قبليه عرفنا مساحه سطح المعين بدلاله طول ضلعه وارتفاعه وبدلاله طول القطرين. كلام كده سليم، عشان ان شاء الله الحاجات دي نستعملها السنين الجايه باذن الله. طبعا دلوقتي يا شباب هناخد مساحه اخر شكل عندنا. طبعا انتوا عارفين من اولى اعدادي العائله الرباعيه اللي بيتزعمها او الكبير بتاعها متوازي الاضلاع مستطيل المعين المربع. شبه المنحنف احنا كده تجاوزا بناخده معانا في العائله الرباعيه. واحد يقول لي يعني ايه يا مستر ما احنا مش فاهمين؟ اقول لك انت خدت متوازي الاضلاع تعريفه هو شكل رباعي فيه كل ضلعان متقابلان متوازيان. المستطيل قلت متوازي اضلاع، المعين قلت متوازي اضلاع.
المعين قلت هو المربع قلت هو متوازي الاربعه. شبه المنحنف يا شباب استحاله اقول هو متوازي الاربعه، بس طبعا لانه متكون من اربع اضلاع وبنستعمله كتير في حياتنا في الرياضه فبنضمه ضمن العائله الرباعيه. تعريف شبه المنحنف ايه من سنه اولى اعدادي؟ هو شكل رباعي فيه ضلعان متقابلان متوازيان. يعني انت عندك هنا الالف د بيوازي ب، يبقى انا 7 1 جنب. طب ايه يا مستر لما الالف ب يوازي د ج؟ اقول له اقلب معاك متوازي اضلاع. خلاص الموضوع خلصان. طيب ده تعريف شبه المنحنف. شبه المنحنف ليه ثلاث رسومات زي ما انتم شايفين او ثلاث اوضاع. ده شبه منحنف بتعريفه العام ان كل ضلعان فيه ضلعان متقابلان متوازيان وشكرا خلصان. طب امال ايه الثاني ده؟ ده رجاله بنسميه شبه منحنف متساوي الساقين، وده من الاشكال برضو الظريفه جدا في شبه المنحنف لان ليه خواص. ايه خواص شبه المنحنف المتساوي الساقين؟ اولا ا ب بيساوي د ج، من خواصه ان زوايا القاعده بتاعته متساويه، يعني زاويه ب بتساوي زاويه ج وزاويه ا بتساوي زاويه د. وانا سامع واحد بيقول لي انا اعرف اسكت الكلام ده، ان ازاي زاويه ب بتساوي زاويه ج؟ تمام، القطبين بتوعه متساويان. خلاص؟ تالت شكل، وده تخلي بالك منه لان هنحتاجه بمشيئه الله كتير جدا السنه الجايه في ثالثه اعدادي بالذات، ده اسمه شبه منحرف قائم الزاويه. شبه منحرف قائم الزاويه، في زاويتين اللي هي زاويه ب وزاويه ا وزاويه ب. زاويه د وزاويه ا الاثنين دول قوائم، يعني الزاويه